كندا تستعين بحلفائها للخروج من مأزقها مع السعودية في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة. أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية للحصول على مساعدة الأصدقاء وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حل أزمتها مع المملكة بحكم تجارب سابقة مماثلة مع السعودية. وبحسب مصادر دبلوماسية كندية وفق فرانس بريس، فإن وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند تواصلت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين وخططت للاتصال بالإمارات وبريطانيا في مسعى للخروج من المأزق. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أكد في تصريحات سابقة أن على كندا تصحيح خطئها، مشيرا إلى أن أوتاوا تعلم ما يجب فعله. المملكة العربية السعودية دولة لها سيادتها وكانتها، ولا تقبل الإملاءات ولا تقبل التدخلات في شؤونها الداخلية. ونعتقد أن يجب على كندا تغيير سياساتها وتغيير نهجها في تعاملها مع المملكة. تصريح الجوبير لم يختلف عن موقف السفير السعودي لدى كندا نايف السديري، الذي أكد أنه رغم الحديث الإيجابي لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بشأن الأزمة، إلا أن ذلك لا يكفي لردم الهوة التي حدثت. لا شك أنه حديث دولة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان حديث ربما نصفه بالإيجابي، ولكن ما زلنا بانتظار مزيد لردم الهوة الموجودة الآن بين البلدين الصديقين. السعودية تشدد على أن ما وقع ينتهك أساسيات السيادة، لأنه يتجاهل النظام القضائي والعدلي المحلي القائم على قواعد راسخة من القانون والشفافية. وكانت الأزمة نشبت بعد تصريح كندي بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم، وأنها تحث المملكة على الإفراج عنهم فوراً. آية التائب، العربية.